يا مساء الفل واهلا بكم في فيديو جديد ومختلف من عالم السيرفر. انا عمر عبد المقصود وموجود في مركز مصر للمعارض الدوليه في التجمع الخامس على محور المثير علشان احضر فعاليات اليوم الاول من اول معرض متخصص في تكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقه النظيفه. النهارده اول يوم المعرض مستمر معانا لمده 3 ايام. هنتكلم بقى خلال الفيديو ده على اهم ملامح المعرض ده وعلى اهم ملامح المبادره اللي بيتبناها المعرض ده طبعا وبيتعاون فيها 5 وزارات مصريه. هنتكلم كمان على اهم شركات، كمان في شركات مشاركه، شركات عربيات وعلامات كبيره مشاركه في المبادره. المبادره هدفها بشكل اساسي هو تحويل ما يقارب من 75 الف عربيه للعمل بالغاز الطبيعي، وطبعا دي مرحله اولى من المبادره، لسه في بعد كده مراحل مختلفه. 75 الف عربيه دول هيبقى فيهم 55 الف ما بين ملاكي واجره و15 الف ميكروباص، طبعا كلهم هيشتغلوا بالغاز الطبيعي، اما ان يحصل فيهم عمليه تحويل او احلال وتجديد. يعني ايه احلال وتجديد ويعني ايه تحويل؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديو بتاعنا، خليكم معانا. تعالوا نجاوب على اكتر اسئله شائعه اتسالتها لما دخلت هنا المعرض واحنا جوه ومتعلقه بالمبادره بشكل سريع كده. اول سؤال بتساله هو انا عربيتي ينفع تشارك في المبادره؟ اقدر اقول لك بكل بساطه اي عربيه في مصر تقدر تشارك في المبادره دي، سواء كانت ملاكي، اجره، ميكروباص او حتى اتوبيس. طيب ازاي بشارك؟ هقول لك يا سيدي. لو عربيتك سنه صنعها 2000 فما تحت، هنا ممكن تشارك بحاجة اسمها الإحلال. يعني إيه إحلال؟ يعني بسلم عربيتي القديمة وبستلم مكانها عربية جديدة. فرق السعر ده بدفعه على شكل أقساط مدتها 10 سنين على فايدة 3% سنوية. طبعا ده بالتعاون مع 7 بنوك مشاركين معانا في المبادرة دي. ده لو عربيتك 2000 فما تحت، سنة الصنع 2000 فما تحت. طيب لو عربيتي سنة صنعها 2000 فما فوق، يعني 2001 وانت طالع، هنا بعمل عملية تحويل. يعني ايه تحويل؟ يعني بخلي العربية بتاعتي تشتغل بنزين وغاز مع بعض بدل ما تشتغل بنزين بس. طيب عملية التحويل دي ما بتتمش عن طريق اقساط مع البنوك، بتتم عن طريق اقساط انت بتدفعها وانت بتفول عربيتك في محطة الغاز. يعني مثلا لو انا فولت مثلا ب 20 جنيه بتيجي الفاتورة 50 جنيه، لو انا فولت ب 100 بتيجي الفاتورة 150. فرق الزيادة ده اللي بيطلع ده قيمة القسط اللي انت بتدفعه نتيجة التحويل، نتيجة عملية التحويل. طيب عملية التحويل كلها على بعضها بتكلف كام لو انا عايز ادفعها كاش يعني وخلص نفسي؟ ما بين 7000 ل 12000 جنيه. ده بيتوقف على سعة الموتور بتاع عربيتك وقوة تحمله لعملية التحويل، وطبعا بيحصل كشف علشان نقدر نقول لك اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. في عندنا مجموعة كبيرة من الشركات اللي بتقوم بعملية التحويل والمتخصصة في عملية تحويل العربيات من بنزين بس البنزين مع غاز، ودي موجودة برضو ومشاركة معانا في المعرض هنتعرف عليها. هناخد لفة كده على العربيات المشاركة والشركات، طبعا العربيات المشاركة، وهنتكلم كمان على البنوك وهنتكلم كمان على الشركات اللي متخصصة في تحويل العربيات غاز بنزين. طيب انا كده تمام عرفت العربيات المشاركة وقدرت احدد اذا كانت عربيتي هتشارك بعملية احلال او عملية تحويل. طيب هل في بالنسبة بقى لعمليات الاحلال، لو انا هستلم عربية جديدة، هستلم عربيتي القديمة واستلم عربية جديدة، هل في شروط؟ في مجموعة شروط مهمة جدا تاخد بالك منها. زي ما قلت لك، اول شرط عربيتك يكون 2000 فما تحت، سنة الصنع بتاعتها، ده اول شرط. تاني شرط سن حضرتك يكون ما بين 21 ل 55 سنة. طب لو تجاوزت 55 في استثناءات هتحصل لكن لم تعلن عنها وزارة التجارة بعد بشكل رسمي، لكن بالشكل الرسمي من 21 ل 55 سنة. طيب لو انا لسه شاري العربية امبارح، يعني شاري 128 موديل 86 امبارح، هل ينفع ادخل في المبادره؟ ينفع، مفيش مشكله، لانه كان طلع اشاعه انه لازم يكون عدى على سنه التمليك بتاعه العربيه 3 سنين او اكتر. لا ده مش صح، لو اشتريتها امبارح ادخل في المبادره النهارده مفيش مشكله. بالمناسبه المبادره مكمله معانا 3 سنين، المرحله الاولى 3 سنين في 7 محافظات، يعني ما تقلقوش. في كمان هوت لاين ممكن من خلاله، هيظهر دلوقتي على الشاشه تحت، ممكن من خلاله تقدروا تتصلوا وتعرفوا كل التفاصيل المتعلقه بالمبادره. بالنسبه للعربيات المشاركه في المبادره او الشركات المشاركه، في شركات كتير
بتشارك بطرازات محددة ومعينة، وده كان الهدف من إقامة المعرض الأول لتكنولوجيا التحويل والإحلال للطاقة النظيفة للمركبات طبعا العمل بالطاقة النظيفة. عربيات محدودة معروفة بتشارك في المبادرة، مش أي عربيات بتشارك، وممكن من خلال المعرض هنا تتعرف عليها بشكل رسمي وتختار من خلالها العربية اللي انت حابب تستبدل عربيتك القديمة بيها. تعالوا بقى ناخد دلوقتي راوند حوالين الشركات، نشوف العربيات المشاركة ونتعرف أكتر على البنوك. 7 بنوك عندنا مشاركين في المبادرة، ممكن أقسط معاهم ونتعرف كمان على الشركات المتخصصة في عملية التحويل من بنزين لبنزين وغاز مع بعض، بالإضافة إلى أن في كمان عربيات بالكهرباء مش مشاركة معانا في المبادرة، مبادرة للغاز فقط، لكن في عربيات بالكهرباء موجودة برضو هنا هنتعرف عليها بشكل سريع كده وهناخد راوند ونتعرف على المعرض. يلا بينا. طيب في الجولة بتاعتنا هنبتدي بكيا. كيا النهاردة في المعرض عرضة عربيتين طبعا مش مشاركين في المبادرة لكن مهم نتعرف عليهم، وهما أوبتيما بتنزل بسعر 1,200,000، بتنزل هايبرد يعني ميكس كهرباء مع بنزين، والعربية التانية اللي هي سورينتو وبتنزل تعمل بالغاز الطبيعي وتجميع محلي بالمناسبة، وطبعا سعرها حوالي 550,000. طيب ده بالنسبة لكيا. تعالوا كمان هنداي. هنداي مشاركة برضو بميكروباص اللي احنا شايفينه ده، وطبعا في عربيات تانية لما نطلع قدام هنتكلم عليها. نيسان مشاركة كمان بعربيتين اللي هما نيسان صني وكمان نيسان سنترا اللي احنا شايفينه قدامنا، طبعا عربيتين بيشتغلوا بالغاز الطبيعي. طبعا للأسف مش قادرين نعرف لحد النهاردة سعرهم، لكن هنعرف السعر وهنقول لكم عليه أكيد. كمان من ضمن الشركات المشاركة معانا في شركات صينية وفي شركات فيات، زي مثلا فيات معانا برضو. فيات للأسف مش داخلة بعربيات سيدان مثلا أو كده، هي مشاركة بعربيات عادية. تعالوا كده نشوف العربيات اللي هي الفان بتبقى بالشكل ده، دي عربيات فيات المشاركة معانا. طيب في كمان عربيات مشاركة من ام جي مثلا، تعالوا نشوف ام جي اخبارها ايه. انا عارف هتلاقي الدنيا زحمة جدا جدا جدا. دي ام جي 5 برضو من ضمن العربيات المشاركة معانا في المبادرة، بتشتغل بالغاز الطبيعي. تعالوا كده نبص كده بصة سريعة على الشنطة بتاعتها. بالغاز الطبيعي مشاركة معانا في المبادرة دي ام جي 5، وعندنا كمان ام جي اي زد اس، يعني زد اس النسخة الكهربائية من زد اس. طبعا دي مش مشاركة معانا في المبادرة، دي معروضة بس هي اخيرا يعني نزلت مصر او هتطرح في السوق المصري قريب ان شاء الله. طبعا دي نسخة كهربائية من زد اس، انا بحاول اجيبها لكم. طبعا الدنيا زحمه معلش. طبعا ده كده شكل العربيه من ورا. تعالوا كده نحاول نطلع قدام ونشوف. هم في مجموعه عربيات كمان هنا. ده كده الشاحن بتاع ام جي ستاند، وده كده موتور الزد اس الكهربائيه. في برشور متاح هنتكلم عنه دلوقتي. طيب في كمان عربيات شيفروليه مثلا، منصور مشارك بعربيات شيفروليه ان 300 اللي هو الميكروباص الصغير. في كمان هيونداي غبور مشارك بعربيات. عندنا عربيتين كهربائيتين او عربيه كهربائيه وعربيه هايبرد. طبعا عندنا في هيونداي هنا كونا كهربائيه بالكامل، و ايونيك بتيجي هايبرد زي ما احنا شايفين، وعندنا طبعا الانترا الاتش دي غاز طبيعي، دي مشاركه في المبادره. وعندنا كمان الاكسنت الار بي برضو من ضمن العربيات المشاركه في المبادره، بس طبعا انا للاسف شديد مش عارف اوضح لكم العربيه بشكل كامل لان هي الدنيا زحمه جدا. طيب بالنسبه للميكروباصات، في عندنا براند الكينج لونج، ده براند صيني للميكروباصات، دي برضو مشاركه معانا في عمليه الاحلال والتجديد. شيفرلي اوبترا برضو مشاركه معانا، تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين مع بعض، ومشاركه معانا في عمليه الاحلال والتحويل.
وده شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، الوكيل لعلامة بي واي دي ولادة وكينج لونج في السوق المصري. وهنا كمان بي واي دي اف 3 برضو من ضمن العربيات المشاركة معانا في المبادرة. وعندنا كمان اللادة جرانتا غاز طبيعي مع بنزين برضو من ضمن العربيات المشاركة في المبادرة. طبعا في مجموعة كبيرة جدا من وسائل النقل المختلفة وشركات كتير مختلفة مشاركة معانا في المعرض، ميكروباصات عندنا كمان، دي بقى القسم الخاص بالشركات المتخصصة في تحويل العربيات للعمل بالغاز الطبيعي. في عندنا شركة إيني البريطانية، كمان شركة جاز إي سي، عندنا كمان شركة ماستر جاز وكار جاز طبعا شهيرة، وعندنا كمان إي جاز. دي الشركات المشاركة أو اللي عندها إمكانيات التحويل لأي عربية بتحولها للعمل بالغاز الطبيعي مع البنزين. طبعا هنا الفرع أو المقر الخاص بيه، أو مش المقر يعني الجزء الخاص بيه، الهيئة العربية للتصنيع. شايفين العربيات هنا، دي عربيات كلها تصنيع مصري بالمناسبة، في منها الكهرباء وفي منها اللي بيشتغل بالبنزين. دي كده عربية هيت. عندنا كمان سكوترات تعمل بالكهرباء وعجل بالكهرباء برضه. طيب بالنسبة للبنوك المشاركة، احنا قلنا طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الشركات اللي احنا عدينا عليها دلوقتي. البنوك المشاركة في عملية التمويل للمبادرة، قلنا ان الشركات اللي احنا عدينا عليها دلوقتي دي شركات المتخصصة في عملية تحويل من بنزين بس، البنزين مع غاز. عندنا البنوك سي اي بي، بنك العربي الافريقي، كيو ان بي، بنك السويس، المصرف المتحد، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وطبعا البنك الأهلي غني عن التعريف. طبعا المبادرة بالكامل بتعاون ما بين خمس وزارات كبار مشاركين: وزارة البترول، وزارة المالية، البنك المركزي المصري، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العربية للتصنيع، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة البيئة، ووزارة النقل، ووزارة التجارة، ووزارة الداخلية. طبعا كل دي وزارات مشاركة في المبادرة. بكده نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا لأول معرض تكنولوجي متخصص في عملية تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في مصر. بشكركم جدا على متابعتكم، واتمنى يا رب ان انا اكون قدرت اجاوب على كل تساؤلاتكم. لو في سؤال وقع مننا ولا كده يعني كده ولا كده يعني سامحونا، وان شاء الله لو تابعتونا على الموقع بتاعنا او على صفحتنا على الفان بيج بتاعتنا على الفيسبوك هتعرفوا كل جديد عن المبادره هنتابعها اول باول. بشكركم جدا ونشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.